أبو المثنى له قضية يقول فيها: أبي تارك للصلاة مع جماعة وفي البيت، وأنا أسكن معه ومع أسرتي التي تتكون من 11 فردا، والحمد لله أنا على عكس ما هو عليه أبي تماما، علما بأني في المرحلة الثانوية على أبواب التخرج. ما الواجب علي فعله؟ علما بأني حاولت معه مرات ومرات، وحدثت بعض الأشخاص الذين يعرفونه أن ينصحوه، ولكن هيهات لنصحهم. ما العمل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مما يؤسف كل مسلم حيث انعكست الأمور، فإنه كان الواجب أن الوالد هو الذي يأمر أولاده بطاعة الله ويربيهم على الخير، أما أن يكون الأمر بالعكس وهو أن الوالد هو الذي يتمرد على الواجبات ويترك الصلاة، والولد هو الذي ينصحه وينكر عليه. على كل حال هذا شيء طيب من الولد وجزاه الله خيرا، وهذا هو الواجب نحو أبيه إذ هو أقرب الناس إليه، ولكن كان المفروض أن الوالد يكون أحرص على الخير وأن يكون قدوة حسنة لأولاده. أما ما ذكر الأخ السائل من وضع أبيه وأنه مخلط في طاعة الله وأن الابن ينصحه ويعظه ويأمره بطاعة الله، هذا شيء يشكر له ويجر عليه إن شاء الله، وعليه أن يستمر في مناصحة والده لعل الله أن يهديه، فإن اهتدى الحمد لله، وإن استمر على حاله السيء فإن الولد إذا استغنى عن والده فإنه لا يسكن معه، بل عليه أن ينفرد بسكن يبعد فيه عن هذا الوالد السيء بعدما أدى واجب النصيحة وأدى حق والده عليه، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يكون معذورا إذا انفرد عنه في سكن يبعد عن مخالطته وعن مجالسته. نعم.